محمد، يا فندم، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. محمد معك وليد. انا كنت في الالاينس الالاينس موفمنت يوث موفمنت واشنطن في ديسمبر. تمام، كنت عارف ان عندكم حد كان حاضر، فانا كنت عايز اتعرف عليه. تاني كده، تاني. في كان موفمنت workshop معمولة في واشنطن في ديسمبر، وكنت عارف ان الامبسي بتاعت امريكا سبونسرد ان احد الناس عندكم سافر في الفترة دي وحضر حاجة اسمها Alliance Youth Movement. فكنت عايز اتعرف عليه، هل تعرف معلومات؟ مفيش حد عندنا سافر أمريكا الفترة اللي فاتت خالص. مفيش حد عندكم سافر امريكا خالص في ديسمبر خالص. خالص. انت ما عندك وليد رشاد وعندك احمد ماهر وعندك ناس تانية، فهل المعلومة دي عندك تعرفها فور شور ولا لا؟ شور. فور شور. انا ادك وليد على التليفون ثانية واحدة. نعم، هتصل بوليد بس من الموبايل تاني ان شاء الله. لا انا بس عايز اقول لك على حاجة. طب اصلا انت عارف اللوج بتاع الامريكان امبسي، اللوج بتاع الامريكان امبسي is a very important log with a certified log. تمام، فعلشان اللي بقى مين اللي سافر؟ نعم؟ مين اللي سافر؟ بص مش مهم، في ناس بتستخدم اسمنا. بص مش مهم مين اللي سافر، ولكن American log اما ينشر it's very important. وما American log يكتب April 6 على اللوج بتاعه انه حضر الامريكان الالاينس يوث موفمنت، this is something that is certified and need to be looked at. لازم حد ينظر اليها ولازم حد يطلع يتكلم عنها بصوره واضحه جدا، لان دي مصيبه. دي مصيبه كبيره، دي مش بس كبيره، دي مصيبه كبيره جدا. دي في وثيقه مهمه جدا، انا معايا خابي منها اذكر فيها اسم 6 ابريل. تمام، وقت الوثيقه كده تاني، هل الناس اللي دعت لضرب 6 ابريل ولا شباب 6 ابريل؟ بص انا ممكن ابعت لك الوثيقه. تمام، لان انا زي ما بقول لك، انا في ناس بتستخدم اسمنا. لا بص، عايز اقول حاجه، دي مصيبه. عارف يعني حد ناس بتقول دي مصيبه؟ يعني في اثنين، ولكن خلي بالك اللي يستخدم اسمكم حاجه وما يذكر في الامريكان امبسي في كايرو سبونسرنج. وليد في حد مننا سافر امريكا في شهر ديسمبر اللي فات؟ ديسمبر من سبتمبر. مين بس؟ في اللي هو Alliance Youth Movement. إسراء استخدمت اسمنا. إسراء استخدمت اسمنا. إسراء. طيب، هو السفارة الأمريكية مطلعة وثيقة إن كان في ناس من شباب 6 أبريل. لا لا لا، السفارة الأمريكية مش مطلعة وثيقة يا ريس. يا محمد، السفارة الأمريكية ما بتطلعش وثيقة زي دي. انا ميديا، انا ولا مصري مولود في مصر، وبقالي 20 سنه. وليد هرجع لك كمان شويه. يعني الوثيقه دي هي بتاع ويكي ليكس ولا بتاعت مين؟ بتاعت ايه؟ ويكي ليكس ولا بتاعت ايه؟ لا يا لا 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 لا، انا ميديا ريسورسز سبيشالست مولود اسكندريه مصري، وبحب مصر قوي. تمام. وكمان احنا عندنا مشكله مع اثنين. لا انا بس انا عايزك بس تتابعني، سيبك من انت عندك مشكله، احنا بنتكلم على مصر دلوقتي، مش انت عندك مشكله. تمام. انا عشان ميديا ريسورس سبيشالست، عندي نتورك اوف ناس اعلاميين وصحف وايجنسي. تمام، وانا عايز اقول لك حاجه، انا بتكلم لان انا بحبكم جدا وبتابعكم جدا، ودايما عمال ارسل لكم وابعت لكم ايميل وابعت لكم كلام احطه على فيسبوك، وحتى بعض الكلام اللي ببعته عندكم الناس ما شاء الله عليه بينتراكت معاه، بيتفاعل معاه بصوره جيديه جدا وبسرعه جدا. يعني انا اللي حاطط مثلا فكره المليونز مارش، الحركه المليونيه، انا اللي حاططها عندكم وما بعتها لكم الكلام ده
كان يوم 26 يوم 25 بالليل اتاخدت من انها تعليق مبعوت لكم انها اتحطت عنوان في ثانيه عندكم على المكان. انا 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 بعتبر نفسي هيدن او انفيزيبل ممبر اوف شباب 6 ابريل. وناشط جدا ان انا عارف المعلومات اللي بره وعارف الاخبار ومتابع حركاتكم ومعجب بيها جدا. وشغلتي ان انا مش انضم لحد ولكن انا باخد الفلسفه وبحط باس اون ذا ووردز يعني سبريد ذا ووردز اراوند سو ذات اي هيلب بيبل تو موف اي فاهم انت؟ فانا بس علشان انا جزء من مجموعه اعلاميه وصلتني وثيقه دي مش امريكا منزلاها ولا في 6 ويكس دي حاجات انت بتطلبها. دي حاجات انت بتطلبها تمام اوكي فبتطلع بالكود بالداتا بالنمبر. اما ده يتكتب فيها 6 ابريل يعني دي اكبر مصيبه في مصر اوكي يعني دي يعني في امريكا في الميديا الغربيه دي كلها بيتكلموا على ان the entire revolution in the middle east is software is programmed is manufactured مصنوعه. ومش بس الدليل ده حاجات كتيره جدا 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 جدا. فانا بكلمك لاني concerned مهتم angry. انت تقولي عندك اسراء سفره امريكا دي مصيبه يعني انا بيبصد عليك يعني امريكا انها سفره امريكا دي مصيبه. هقول لك انا حاجه كمان انتوا يا جماعه مش فاهمين لما بيجي لكم انفيتيشن تروحوا جريس عشان تقابلوا ناس في جريس واللي رايح لبيروت من مجموعه الشباب الثانيه واللي رايح معرفش مين علشان يتكلم على الاكسبيرينس بتاعتكم في اللي حصل في مصر. انتوا تحسبوا ان الناس اللي هتروح تسمعكم هناك ناس عايزه تسمع قصصكم بس؟ لا انتوا ما تعرفوش يعني اعتقد انتوا I'm not saying what I'm trying to I'm not trying to get ان في ناس في حاجه احنا عارفينها في الغرب دلوقتي ان زمان لما كان بيجيبوا سباي كان بيجيبوا شخصيه قذره وسخه بايع بلده. دلوقتي السباي doesn't know he's a spy. He's a programmed spy. The programs in Western countries and the security agency they use right now is كله بيدور في حته السوشيال نتورك اكتيفيتيز and the sharing and the alliance and the movement and so on and all. دايما الليبل اللي بيتحط عليها مختلفه تماما وليبل شكلها شيك جدا والكوست بتاعها بتبقى شريفه جدا. ولكن a lot of people in the world دلوقتي are part of a spy network and هم اصلا طاهرين wonderful وشرفاء and they just don't know it. They just don't know it. Hello? فانا عندي concern دلوقتي مهم جدا. انا اعرف وليد, وليد يعرفني واتكلمت مع وليد, انا اتكلمت مع احمد ماهر كده في وقت بسيط وكان كل كلامي معاهم ان يا جماعه احنا يعني انا بشكركم وعرفتهم بنفسي كده ما اعتقدش ان هم هيفتكروني. لكن اما انا بتابع النيوز بتاعتي والنتورك بتاعتي ونحضر بعض البيبر ورك اللي بتتبعت وتتسبريد اراوند ليا وناس ثانيه بنتابع النتورك دي ونشوف معلومات محطوط عليها 6 ابريل اي ام فريكت اوت. انا فريكت اوت, انا ام انجري, انا ما حدش يعرف الكلام ده في مصر خالص فاهم. والاتجاه ده ما حدش يعرفه في مصر خالص. بس انا بيرسونلي وود وانت تو فايند اوت اف امريكا برودوس ذس اف امريكا مانيفاكتشرد ذس. وكمان عايز اقول لك معلومه ثانيه. معلومه ثانيه اقولها دلوقتي. النهارده ايه في الشهر, 6 ولا 7؟ 6 طبعا. طبعا 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 النهارده 7. انا اسمي وليد سالم وبقول لك and the ladies and gentlemen and the winner for the Egyptian presidency the first elect democratic president in Egypt is محمد البرادعي. Okay. This is not a speculation. Okay, this is not my choice. This is not anything, but it's something I am sure of. It is something I know for a fact. The call has been made. The decision has been made. This is something I'm telling you from now. ولكن on the other hand, the people that I thought had pushed the conspiracy by all means, it was you would never believe how much infiltration in this is داخل your group without you knowing. والأوسخ من كده إن الشخص اللي يكون بيعمل كده he doesn't know it. He just doesn't know it. This is the problem. فأنا بس مهتم بيكم جدا وقاعد عمال أشجعكم بقالي من يوم 25 يناير ومن قبل كده وقاعد بحلم معاكم
بس الامور اللي عماله تتحط تحت ايدي في اليومين الثلاثه اللي فات امور صعبه، فانا عايز حد يوضح لي. طيب هو بشكل إسراء فتاح كلنا متفقين إن هي شخص متطلق قدر، تمام؟ مين إسراء فتاح اللي هي البنت اللي هي دارسة بوليتيكال ماركتينج؟ ولا دارسة ولا مين ولا بتفهم أصلا في حاجة أصلا، اللي هي طب اللي هي البنت التخينة دي شوية؟ لا 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 لا، ديت دي اللي هي اللي عملت الجروب بتاع التبريد إدارة التبريد 2008، تمام؟ طيب انا عايز اقول لك حاجه، اللي طلع ممكن يكون اسراء زي ما انت بتقول، ولكن مع اسراء طلع شخصيه اذا ميل مش بس في ميل اسمه باسم فتحي، تمام؟ باسم فتحي، تمام. الاثنين دول بيلاقي مسجون في تبريد، وانت لو رجعت موقع في تبريد راحوا هم السفاره قبل كده قبل فتره، و وتلاقي معلومات ان هم بيمثلوا في التبريد، ان هم رايحين بيمثلوا في التبريد، فضمنا ستيتمنت ان يا جماعه دول لا يمثلوا في التبريد ودول مش اعضاء في التبريد، واسراء عمرها ما حضرت اجتماع تنظيمي في التبريد. بس فتحي انتفت علاقته التنظيميه في التبريد من اخر من شهر 11 2009، تمام؟ للاسف الاثنين دول بيدعوا هنا في المجتمع المصري ان هم الاثنين دول بيدعوا هنا في المجتمع المصري ان هم لا، ده صح احنا كنا بنطلع ان احنا الشباب عادي يا محمد يا عادل، يا محمد يا عادل، يا استاذ محمد يا عادل، اسمح لي اقول لك اخ محمد يا عادل، انا بفترض حسن نيه عند الناس والله عادل. أنا اعمل كامبين دلوقتي، انا اعمل كامبين دلوقتي على 6 ابريل، احط صوره اثنين وافضحهم دلوقتي، افضح معلش استرقل اوكي، احط صورهم دلوقتي. انت عندكم تحطوا الكلام ده علشان لو انتم ماشيين في الاتجاه اللي انتم ماشيين فيه انا عارفه عنكم ومتابعكم فيه وبساعدكم فيه في الخفة، تمام؟